حلقة جديدة من أرب وود وتغطية كل الأخبار الفنية وكواليس الفن وأهل الفن في السينما والدراما والمسرح وكمان المزيكا زي ما عودناكوا اكسكلوسيف في أرب وود. مساء الخير يا إيه. مساء الخير كريم، مساء الخير على أجمل مشاهدين مشاهدين أرب وود في كل مكان. حلقة جديدة ومميزة النهاردة معانا كل الأخبار الجديدة. ما تنسوش تتواصلوا معانا على السوشيال ميديا انستجرام فيسبوك وتويتر، وهنبدأ أوام بالهايلايتس. للي كريم تفضل الاكشن وتبتعد عن ادوار النكد. محمود بوشهري يستعد لتصوير اليوم الاسود. مي عز الدين تشيد بالقاهره. نسخه جديده من اغنيه كان فاضل بتوقيع مي كساب. بعد 5 سنوات عوده خلاف فضل شاكر وراغب علامه. وتفاصيل خناقه شيرين وعمرو مصطفى. انتهت الدورة الـ 42 لمهرجان جمعية الفيلم بحفل توزيع الجوائز في سينما رينيسانس، وكانت اللجنة برئاسة المخرج محمد راضي أعلنت من فترة قائمة الفائزين بجوائز الدورة. وكان بيتنافس على جوائز الدورة الـ 42 لمهرجان جمعية الفيلم 9 أفلام تم اختيارهم من ضمن 36 فيلم اتعرضوا في السينمات في 2015. وفاز الكاتب الكبير وحيد حامد بجائزة أحسن سيناريو عن فيلم قط وفار، وفاز بجائزة أحسن تصميم أفيش من فيلم باب الوداع، وأحسن مكياج فيلم خارج الخدمة. وفاز بجائزة أحسن صوت علاء الكاشف عن فيلم باب الوداع، وجائزة أحسن ديكور أنسي أبو سيف عن فيلم قدرات غير عادية، وأحسن موسيقى راجح داود عن فيلم باب الوداع. أما جائزة أحسن مونتاج فكانت من نصيب هبة عثمان عن فيلم خارج الخدمة، وأحسن تصوير زكي عارف عن فيلم باب الوداع، وخد جائزة العمل الأول في الإخراج تامر محسن عن فيلم قط وفار. واستلم كريم حنفي جائزة أحسن مخرج عن فيلم باب الوداع، وفاز بجائزة لجنة التحكيم الخاصة محمد عطية عن ديكور فيلم أسوار القمر وفيلم ولاد رزق. ضهرنا في ضهر بعض، واللي هيجي علينا هنقطع له وش، ولا هنرفع سلاح على حد ولا هنشتغل في المخدرات. عشان كده لما اقول نبطل هنبطل. عاطف، مين عيال دي بقى؟ ولاد رزق يا باشا، دول عين عيان المنطقه يعني. اي داكه واي حد يتمنى يبقى منها. دماغه توزه يروح لوحيها هقطع وشه. بص يا باشا، ولاد رزق دول ما يستغنوش عني، عامل لهم شاي على 2000 سجارتين. كل واحد بقى ايه، 50 على كم يا عم؟ انا مش هشيل ولا احوش حاجه، انا عايز اتبسط واضيع. خلي التجنيب والتحويش ده رضا، فالضربه كبيره. وفي ضرب اكبر من البنك اكيد. فيه المهم انت بس تمخمخ لها. ادي رجب اجاز. مش هتلعب معايا بقى رضا؟ هو باين عليه بيحبك، والعيال شغاله معايا ماسكه قرش حلو. احنا خفافي بنضرب ونطير. اما جوائز التمثيل ففاز محمد ممدوح بجائزه احسن ممثل مساعد عن دوره في فيلم ولاد رزق، وفازت نسرين امين بجائزه احسن ممثله مساعده عن دورها في نفس الفيلم. وفاز بجائزه احسن ممثل احمد الفيشاوي عن دوره في فيلم خارج الخدمه، وفازت شيرين رضا بجائزه احسن ممثله عن دورها في نفس الفيلم. وفي تحت السجاده عندك في الارض هنا. بالله يا سعيد، الولايه ساكنه في الشارع اللي ورانا. عاوزين كام ويسيبوك في حالك؟ انت عارفه كويس انت عملت ايه. والله ما هنايمك الليل. الاشباح كترت يابا. انا مش غلطان في الشقه.
يا سيدي اللي تجيبه، مفيش فرق بيننا سعيد، احنا اصحابي. يلا في ايه؟ ولا ما تكلمنيش تاني يا انت. اديك مفيش 90 اديك تنزل 30. ايامنا كلها تسقيط كلها. مش جايبها همها. طلع تليفونك يا عم، انت جايب اللي انت عايزه. تليفون سيني وكله سيني. أما جائزة أحسن فيلم فكانت من نصيب فيلم باب الوداع، وحصل محمد حسيب على شهادة تقدير عن فيلم أسوار القمر والجيل الرابع. ومنحت لجنة التحكيم جائزة تمثيل خاصة للطفلة مريم تامر عن دورها في فيلم قدرات غير عادية، وجائزة تمثيل خاصة للفنان محمود حميدة عن دوره في فيلم أوتوفر. أوه ماي جاد حمادة يا حبيبتي يا ماما. مالها ماما حميدة؟ انت بتعدي فمي وانا واقف معاها. انا ما بخافش من حد، انا وزير الداخلية. اجلس. هاتلي فالنتاين دي يا باشا، وهتكون بتجيب دباديب يا شاوي. مش عايز اقف ده، انا هفرم. انا عاوز امي بقى. عاوز امك تعمل بيها ايه؟ هي ماما كانت نفرتيتي وانا ما اعرفش. هتوع عندي حالا. بقول لك يا صاحبي عبيد. عبيد صح؟ ايه ده ليه يعني؟ ليه عبيط يعني؟ انا عاوز ملف الكلب ده يجيني هنا دلوقتي. حصول فيلم باب الوداع على 6 جوائز في مهرجان جمعية الفيلم كان مفاجأة كبيرة يا آية. صح يا كريم، بس المفاجأة الأكبر كانت خروج فيلم بتوقيت القاهرة من غير ولا جائزة. انت نسيت نفسك يالا يا ابو كف رقيق وصغير ولا ايه؟ طب اقف بعيد عشان حدعك. يا ترى ايه هو العمل الجديد اللي اتعاقد عليه النجمين شيكو وهشام ماجد؟ هنعرف بعد شوية. الفنانة الكبيرة لبنى عبد العزيز أعلنت استعدادها لتصوير فيلم جديد بعنوان أسود وردي، هترجع به للسينما بعد غياب. وقالت لبنى إنها سعيدة جدا بالتعاون مع المخرج أسامة فوزي في أحداث الفيلم، وهيشاركها في البطولة كمان الفنان عمرو واكد. الفنان محمود بوشهري بيستعد لتصوير مسلسل درامي جديد بعنوان اليوم الأسود، هيتعرض في شهر رمضان الجاي، والمسلسل من تأليف فهد عليوة وإخراج محمد الشمري، وهيتم خلال الأيام الجاية الاستقرار على باقي فريق العمل. أكدت الفنانة ليلي كريم تركيزها خلال الفترة الجاية على الابتعاد عن الأدوار اللي جسدتها في المسلسلات زي ذات وتحت السيطرة، والتركيز على أدوار الأكشن. نيلي هتظهر في رمضان الجاي بمسلسل سقوط حر، وبتقوم بتصويره في الوقت الحالي، وكمان بتواصل تصوير دورها في الفيلم الجديد هبتة المحاضرة الأخيرة. الممثل التركي كيفان شتاتليتوك بيستعد للعودة من جديد للدراما التلفزيونية بعد فترة من الابتعاد عنها والتركيز في السينما. الممثل الشهير بشخصية مهند بدأ التحضير لمسلسل بعنوان أبيض وأسود، وهيبدأ تصويره في شهر مارس الجاي. قرر المخرج إبراهيم فخر استبعاد الفنان أحمد مالك من المسلسل الجديد وعد، واستبداله بالممثل محمد الشرنوبي. مسلسل وعد من بطولة الفنانة مي عز الدين، وهيتم البدء في تصويره خلال الأسابيع الجاية، وهيتعرض إن شاء الله في شهر رمضان. طرحت الشركة المنتجة للمسلسل الجديد نوايا بريئة أول برومو للمسلسل على صفحتها على اليوتيوب. المسلسل بيقوم ببطولته الفنان السوري عابد فهد، وبيشارك فيه كمان سوسن بدر وخالد زكي وإنجي المقدم وأحمد حاتم، وهو من تأليف هاني سرحان وإخراج عثمان أبو لبن. تعاقد النجمين هشام ماجد وشيكو على بطولة فيلم جديد بعنوان حملة فريزر إنتاج أحمد السبكي. الفيلم هيكون من إخراج سامح عبد العزيز، وهيتم تصويره بمجرد الاستقرار على باقي فريق العمل. بعد شوية هنعرف مع بعض تفاصيل أكتر عن أفلام هوليوود اللي هنشوفها قريب في السينما. كشف مايكل باي عن نيته بالتبرع بمعظم ثروته للأعمال الخيرية. المخرج المشهور بيحتل المركز الرابع في قائمة أكثر المخرجين اللي أفلامهم بتعمل أكبر إيرادات. مايكل قدر ب 11 فيلم يحقق إجمالي أرباح وصلت ل 5.5 مليار دولار حول العالم، عشان تكون ثروته
في حدود النص مليار دولار، ده على حسب آخر تصريحاته. الرقم ده بيضم منزله في ميامي اللي بيقدر ب 17 مليون دولار وطيارة خاصة بحوالي 50 مليون، ده غير مجموعة من العربيات الفخمة منهم 2 كامارو استخدمهم في تصوير أفلام ترانسفورمرز. والغريب إن بي قال إنه كمان بيفكر يعمل صندوق يتبنى حماية الحياة البرية في أفريقيا. Why do birds suddenly appear every time you are near? Just like me, they love. واخيرا لكل عشاق لعبه Angry Birds، قريب جدا هنشوفها في السينما في فيلم بنفس الاسم. اللعبه دي من اشهر العاب الموبايل ونجحت نجاح مش طبيعي من اول ما تم طرحها في 2009، والناس حملتها اكتر من مليار مره. فيلم Angry Birds هيكون ثالث تعاون بين جوش جاد وبيتر دينكلج، وكان الاثنين اتقسموا بطوله فيلم Continental Drift وPixels. بالمناسبه العصفور الاحمر Red هيكون بصوت الكوميدي جيسون سوديكس. سوديكس كمان اشتهر بادواره في الافلام زي Where the Millers و Horrible bosses. Peacock, warrior, mountain, tree, rabbit, fish, locust, king pigeon, and of course, downward duck. Sometimes when I get upset, I have been known to blow up. You've been gone too long, Alice. There are matters which might benefit from your attention. Friends cannot be neglected. كمان قريب في السينما هنشوف أليس من جديد، لكن المرة دي هتكون أليس through the looking glass. وكان الفيلم الأول أليس in Wonderland من إخراج تيم بيرتون اللي اكتفى في الفيلم الجديد بدور المنتج فقط. وأسند مهمة الإخراج في الفيلم الجديد لجيمس بوبن اللي اشتهر بإخراج فيلم Muppets Most Wanted والمسلسل التلفزيوني Flight of the Conchords. نجوم العمل جوني ديب، هيلينا بونم كارتر، آلان ريكمان وساشا بارون كلهم كانوا نجوم فيلم المخرج تيم بيرتون المعروف سويني تود. حياة النجومية ما بتخلاش من المنافسة اللي بتبدأ مع أول المشوار، وقريب هنشوف النجوم الشباب داكوتا جونسون وجون بايوغا من ضمن المتنافسين على جائزة النجم الصاعد أو رايزنج ستار ل 2016. الجائزة دي من الجوائز المهمة والبارزة في بريتش أكاديمي أوف فيلم أند تلفزيون أرتس أوردز، وبتتنافس عليها السنة دي نجمة فيلم 50 شيدز أوف جراي مع النجم البريطاني اللي لمع في فيلم ستار وورز ذا فورس أويكنز. وبيتنافس معاهم كمان تارن إيدجرتون اللي شوف ناف كينجزمان ذا سيكريت سيرفيس، بالاضافه لبري لارسون اللي اترشحت لكذا جائزه عن دورها في فيلم دراما روم. داكوتا اللي شاركت كمان في فيلم دراما العصابات بلاك ماس قالت انها مش مصدقه وحاسه بالفخر لانها اترشحت لجائزه الاي اي رايزنج ستار. اما بويجا فشكر البافتا ولجنه التحكيم وقال ان الترشيح ده احلى حاجه ممكن الواحد يبتدي بيها السنه الجديده. ومن النجوم الشباب اللي اخذوا جائزه الاي اي رايزنج ستار قبل كده جيمس ماكافوي، توم هاردي، كريستين ستورت. والفوز بالجائزة بيعتمد على التصويت، وحيعلن اسم الفائز في الحفلة اللي هتكون في لندن يوم 14 فبراير. لو عايزين تعرفوا النجم مصطفى قمر قال ايه عن زميله حمادة هلال خليكم معانا. عبرت الفنانة مي عز الدين عن إعجابها بالكليب القاهرة للنجمين عمرو دياب ومحمد منير من خلال صورة نشرتها على الإنستجرام من الكليب، وعلقت عليها بأن الهضبة والكينج متألقين كالعادة، وأنها حبت الأغنية جدا ومعلقة في ودنها من وقت ما سمعتها، خصوصا وأنها فيها بهجة. اختارت الفنانة أحلام أنها توثق حضورها في مهرجان هالة فبراير بالكويت من خلال مقطع فيديو نشرته على إنستغرام، وكانت واقفة فيه على المسرح بتغني، وده كان سبب في أن جمهورها يتفاعل معاها جدا، لكن ده برضو ما منعش أن فيه تعليقات هجمتها. الفنان كريم فهمي كان حريص على انه يهني زوجته بعيد ميلادها، عشان كده نشر صوره بتجمعه بيها على الانستغرام وقال لها كل سنه وانت طيبه يا ام كاميليا، ومفيش كلمات تقدر توصف حبي ليكي قد ايه. وطبعا الجمهور اتفاعل جدا مع الصوره وقال لهم ربنا يخليكم لبعض.
نشرت النجمة العالمية كايلي جينر صورة على انستغرام بتجمعها في شقيقتها وعلقت عليها وقالت الإخوات من غير ما توضح سبب الصورة كان إيه، وعلى الرغم من ده كان في تفاعل كبير جدا من الجمهور ووصل عدد التعليقات لحوالي 20,000 تعليق في 3 ساعات. حضرت الفنانة لقاء الخميسي حفل اليوم العالمي لمرضى سرطان الثدي، وعشان كده نشرت صورة ليها من الحفل على انستغرام وعلقت عليها وقالت ان شاء الله هنتحدى المرض. جمهور اللقاء علق على مظهرها وقالوا لها انت أنيقة يا لولو كالعادة. حضر الفنان احمد زاهر حفل الموسيقار العالمي عمر خيرت ونشر جزء من الحفل في فيديو على انستغرام، واشاد بالموسيقار المصري وقال ان هو من عشاقه وانه كان في قمة الاستمتاع، وكمان زاد حبه لعمر خيرت لما عرف انه تبرع باجره بالكامل لصالح مستشفى بهية. نشرت شمس الأغنية اللبنانية نجوى كرم صورة ليها على انستغرام وهي لابسة فستان لحفلة من حفلاتها، وقالت ان ما كانش جايب بالها ابدا اللونين دول مع بعض بس هي حبتهم جدا وكان الفستان من تصميم نيكولا جبران. نشر الفنان مصطفى عمر صورة بتجمعه بالفنان حمادة هلال على الفيسبوك وعلق عليها بان حمادة هو اخوه الغالي، وظهر الاثنين منسجمين جدا وبيضحكوا في الصورة. جمهور مصطفى قال للاثنين منورين وقال لهم انهم شخصيات جميلة، كويس ان هما متجمعين مع بعض. كون جاي ودعكم. اخر اخبار النجمة نانسي عجرم هنعرفها بعد شوية. المطربة اللبنانية مي حريري بتستعد لطرح فيديو كليب جديد بعنوان وعد مني خلال الأيام القليلة الجاية. مي طرحت الأغنية قبل أيام قليلة وانتهت من تصوير كليب في يناير اللي فات مع المخرج أنور عيد. بيستعد المطرب الشاب محمد حسن لطرح أول أغانيه الرسمية خلال الأيام اللي جاية واللي هتكون بعنوان لما أغمض. الأغنية كلمات عبد الرحمن محمد، ألحان مدين، والتوزيع للموزع الموسيقي أحمد عبد السلام. طرح المطرب الشعبي دياب كليب جديد بعنوان حبك درويشني. أغنية حبك درويشني كلمات محمد البدري وألحان حسين زكريا وتوزيع أمير محروس، وتم تصوير كليب مع المخرج نصر محروس. النجمة العالمية ريانا عن ظهورها في حفل توزيع جوائز جرامي لعام 2016. الحفلة هيكون في مسرح ستيبل سنتر في LA وهيتعرض على قنوات CBS. النجمة اللبنانية نانسي عجرم تعاقدت على إحياء حفل غنائي في العاصمة الفرنسية باريس، وهيكون يوم 14 مايو، وهتقدم نانسي في الحفل مجموعة كبيرة من أغنياتها الشهيرة ومنها أحدث أغنياتها معقول الغرام. طرحت المطربة مي كساب الأغنية الشهيرة للنجم محمد منير كان فاضل بطريقة جديدة وبتوزيع موسيقي لزوجها المغني الشعبي أوكا. محمد منير قدم أغنية كان فاضل قبل 8 سنين من ألبومه طعم البيوت، وهي من كلمات نصر الدين ناجي وألحان أحمد فرحة. الدنيا عنك لكن
خليني بقى كده يمكن الهنا متداري في صبري عليه وما بين كده أو كده مش مرتاح أنا خليني بقى كده يمكن الهنا متداري في صبري عليه كان فاضل بس يدوب ومين اختار يعيش حياته مين اختار. لو عايزين تعرفوا تفاصيل اكتر عن الخلاف ما بين شيرين وعمرو مصطفى خليكم معنا. مع بدء تصوير الجزء السادس من ليالي الحلمية اتفاجئ كل ان الفنانة إلهام شاهين موجودة في المسلسل رغم انها اعتذرت بعد وفاة ممدوح عبد العليم، عشان كده اضطرت إلهام انها توضح الموضوع ده للجمهور وقالت انها فعلا كانت اعتذرت لما عرفت ان في حد هيجي بدل ممدوح عبد العليم وبلغت ده للمنتج، لكن فريق المسلسل اقتنع بوجهة نظرها وقرروا يلغوا دور ممدوح خالص عشان كده وافقت تشارك. لأسباب غير معروفة اتفتح خلاف مدته 5 سنين بين النجمين راغب علامة وفضل شاكر، واتقال ان السبب هو راغب علامة اللي اتكلم عن الموضوع في برنامج تلفزيوني، وده خلى محمد ابن فضل شاكر يرد على راغب علامة ويقول ان سبب الخلاف هو شتيمة راغب لجدته الميتة، وقال كمان هو مش عارف ايه السر ورا فتح الخلاف مرة تانية. واضح ان النجمة العالمية تيلر سويفت بتدفع ضريبة نجوميتها، وده بعد ما تناولت وسائل اعلام اجنبية اخبار ان الشرطة قبضت على احد الاشخاص اللي كانوا بيحوموا حوالين بيت سويفت وان ده جه عن طريق بلاغ من الجيران. طبعا تيلر اتضايقت جدا وقالت ان ده سبب نشر وسائل اعلام لعناوين النجوم ودي تصرفات غير مسؤولة. اتردد كلام كتير في الفترة الأخيرة إن مسرحية غيبوبة واللي بيقوم ببطولتها الفنان أحمد بدير اتمنعت من العرض في السويس، وخرجت روايات كتير عن الموضوع خصوصا بعد ما اتقال إن المسرحية بتسخر من شهداء ثورة يناير، وده سبب غضب شعبي في السويس عشان كده المحافظ لغى عرضها، لكن أحمد بدير نفى بنفسه الكلام ده. بعد إعلان أنغام إنها هتسافر مهرجان هلا فبراير وهتغني هناك يوم 12 الشهر ده رغم وجود حكم بضبطها وإحضارها، اتردد كلام كتير في الكواليس إن مشكلة أنغام مع والدة طليقها الموزع الكويتي فهد في طريقها للصلح وإن الأمور هتنتهي في الزيارة دي. واضح ان الفترة دي بتشهد خلاف كبير بين عمرو مصطفى وشيرين عبد الوهاب، وده بعد ما اتقال ان عمرو اتضايق جدا من كلام شيرين عليه في احد البرامج لما هجمته وقالت ان صوته وحش وانه يروح يتعلم مزيكا الاول، وبعدها عمرو اساء لشيرين بكلام غير مناسب لكن رجع ومسح البوست من على الفيسبوك وده كان سبب في ان الامور تزيد بين الطرفين. لقاءات كاميرا عرب وود مع النجوم والفنانين اللي ساهموا في مبادرة إنسانية لدعم مرضى السرطان معانا بعد شوية. شارك عدد كبير من النجوم والفنانين في مبادرة إنسانية لدعم مرضى سرطان الثدي وده من خلال مساهمتهم وتبرعاتهم في حفلة خيرية. كاميرا عرب وود حضرت الفعالية الخيرية ونقلت لكم الأجواء هناك، وفي البداية قابلنا الفنانة منة فضالي، تعالوا نشوف هتقول لنا إيه. احنا شرف لينا ان نكون متواجدين في عمل خيري، ودي بتحس انها مسؤولية علينا احنا كفنانين، وانا بشكر اي ضيف حتى انه جه ولبى الدعوة دي، وكل رجال اعمال كمان اللي تبرعوا. منى فضالي كشفت لنا كمان عن اعمالها الجديدة ومنها الجزء الثالث من مسلسل سلسلة الدم، وقد ايه شخصية البنت السعودية كانت صعبة جدا. انا بصور دلوقتي الجزء الرابع سلسلة الدم ان شاء الله، وبحضر لفيلم سينما. على فكرة ده دور صعب جدا بالنسبة لي، أنا بعمل دور شرير جدا وكان صعب بالنسبة لي،
بس كلهجة كانت لطيفة، لأن أنا أعتبر عملت صعيدي قبل كده. من بين الفنانات اللي حضروا الفعالية كمان الفنانة رانيا فريد شوقي، تعالوا نشوف هتقول لنا إيه عن مشاركتها وعن أعمالها الجديدة مع الفنان فتحي عبد الوهاب. ده دور الفنان، دور أي مواطن مصري مش بس الفنان، بدل هو عنده القدرة النفسية والمعنوية والمادية إنه يعمل ده، يبقى ليه ما يعملوش؟ يعني ما شاء الله مستشفى 57 اتبنت بجهود المصريين كلهم وغير وغير وكثير يعني، والعرب كمان بيشاركوا وبيساعدوا في ده. فواجب الفنان انه يبقى دايما متواجد لخدمة بلده. انتهيت مسلسل كوميدي اسمه الأستاذ بلبل وحرمه، وحاليا هبتدي تصوير الجزء الرابع في سلسلة دم. احنا اصدقاء من ايام عائلة مجنونة جدا، كان مسلسل ونجح قوي. اما الفنانة لقاء الخميسي فكان ليها حضور مميز جدا هي والفنانة مروة عبد المنعم، وكشفوا لنا عن سبب مشاركتهم في المبادرة. انا وجودي هنا لدعم الخطوة اللي عملها استاذ عمر خيرت، ان هو يعمل حفلة ويخلي كل الفلوس بالضبط كده دعم المستشفى، فدي حاجة مشرفة منه جدا. احنا بنعمل دعم من نوع اخر بوجودنا هنا، ان احنا بنشجع الناس انه هي تبتدي تكتشف المرض مبكرا، تروح تعمل كشف دوري. يعني انا بقول لكل ستات مصر لازم تاخدي بالك من صحتك، لاني انت ام المصريين. مهم جدا ان الفنان يكون من احد العناصر اللي بدعم الخير والمرضى وكل ما اي حد محتاج المساعده، ويا رب نكون فعلا قادرين ان احنا نقدر نعمل المساعده دي. ورغم ان انا يعني شايفه انها مساعده بسيطه، بس اتمنى ان يجي لي فرص ان انا اعمل الخير، او لاي فنان ان هو يعمل خير، لان هو القدوه بتاع يعني بتاعت الناس كلها يعني. ومن بين الفنانين والنجوم الشباب كان لينا لقاء مع رامز امير، تعالوا نشوف هيقول لنا ايه عن مشاركته. واجب على اي فنان انه يدعم اي مستشفى خيري، سواء مستشفى بهية او اي مستشفى تانية. و يعني بصراحه اللي انا شايفه حاجه يعني فخر لاي مصري، حاجه تفرح، فهو واجب يعني. ما فيش بص كلام يتقال في حاجه زي كده، بس انا فرحان بمستشفى بهية وفرحان بتواجدي هنا، و لازم اي فنان يدعم اي حاجه خيريه يعني. رامز امير كلمنا كمان عن اخر اخباره الفنيه، وحكى لنا عن تجربته مع مجموعه كبيره من الفنانين في فيلمه الاخير خانه اليك. انا انبسطت جدا معاهم، خصوصا ان كلنا شباب، فده بنستمتع احنا بيه عموما، اللي انت تشتغل مع ناس قريبين منك في السن. فكانت تجربه حلوه جدا الحمد لله، مبسوط جدا برد فعل الناس سواء على الفيلم او على دوري. وكل الناس بصراحه يعني كلهم على مستوى التمثيل، على مستوى استاذ اخراج استاذ امير رمسيس واستاذ سامح العجمي المنتج واستاذ لؤي السيد، كلهم بصراحه انا كنت مستمتع معاهم جدا. ولو في تجربه تانية اكيد يشرفني ان انا اكررها معاهم. يعني هو شخصيه واحد يعني بيثبت ناس وخطف ناس، وده مش بعيد عني تماما. كمان كان في تحدي على مستوى التمثيل، فكره اللي انا امثل تقريبا 90% من دوري وانا ما بتحركش، ان انا كان ظهري مكسور، فدايما الحركة بتساعد الممثل وهو بيأدي. فاللي انت تبقى مشلول بالحركة دي تحدي، اللي انت تمثل بوشك بس، فده كان موضوع مستفزني جدا لما قريت الورق يعني. ودلوقتي هنسيبكم مع باقي لقاءات كاميرا عرب وود في مبادرة دعم مرضى سرطان الثدي، ونرجع لكم تاني. الفنان دايما ليه دور في المجتمع لازم يقوم بيه، وانه يدعم المرضى حتى لو معنويا يعني، او ماديا، او باللي يقدر عليه. اكيد الناس كلها مفروض ان هي تكون مشاركة او بتقدم اي نوع من الدعم يقدروا عليه لاي مريض، فده دور المجتمع ككل. بس يمكن الاعلاميين، الفنانين، المسؤولين، الشخصيات العامة المعروفة، اكيد دول بيبقى عليهم الضوء اكتر، فمشاركتهم في حاجة زي دي او اي نوع من الدعم يقدروا ان هم يقدموه، ده بيدي مثل للاخرين، لباقي المجتمع، ان هو كمان يعني ياخد نفس المثل او يحذو نفس الخطوات. كل الفنانين بيبقى ليهم المعجبين، والناس بتحبهم، تعتبرهم المثل الاعلى، فطبعا بيبقى ليهم دور قوي جدا وعليهم حمل جامد جدا، لانهم المثل الذي يقتدى به. فعشان كده طبعا يعني بيبقى مشاركتهم في كل الاعمال الخيريه بتبقى مهمه جدا، ويبقى ليها واقع تاثير ايجابي جامد جدا عند الناس. بعد شويه لقاءات كاميرا عرب وود مع ابطال مسرحيه بنت الجبل من بيروت.
في محاولة جديدة لإعادة إحياء المسرح اللبناني، قام عدد من النجوم والفنانين اللبنانيين بتقديم مسرحية بنت الجبل التاريخية مرة تانية على مسارح بيروت. مسرحية بنت الجبل ألفها الكاتب الأيرلندي جورج برنارد شو، وتقدمت لأول مرة سنة 1913، ونقلها المخرج اللبناني روميو لحود لمسارح بيروت سنة 1977. روميو لحود قرر أنه يعيد المسرحية دي تاني سنة 2016، بس بنجوم وفنانين مختلفين، منهم الفنانة علين لحود والفنان بديع أبو شقرة. كاميرا أرابوت في بيروت قابلت نجوم المسرحية، وكان لينا لقاء مع الفنان بديع أبو شقرة، وتعالوا نشوف مع بعض قال لنا إيه عن المسرحية وعن المخرج الكبير روميو لحود. بنت الجبل المسرحية اللبنانية يلي عم تنعرض حاليا وعم بتحقق نجاح كتير كبير. علين لحود، بديع أبو شقرة ونخبة من أبرز الممثلين اللبنانيين عم بشارك فيها، ونحن اليوم موجودين معكم لحتى نقول لكم كواليس هالمسرحية. شو بيقولوا نجوم عنا وشو آخر أخبارهم؟ خلينا نشوف سوا. ممثل بديع أبو شقرة، أول شيء بدي رحب فيك، بدي لكم يعطيكم العافية. مسرحية بنت الجبل عم تحقق نجاح كتير كبير، خبرنا عن هذه المسرحية أكثر، عن الأصداء اللي عم تلمسوها وعن دورك فيها. أكثر شيء مهم بهذه المسرحية شغلتين، إنه هي مسرحية بترجع الذكريات لزمن كان يعني المسرح الموسيقي فيه أخذ حق أكثر من هلا وماشي أكثر من هلا، وترجع لهم ذكريات كتير كبيرة وحنين لشغلات حصلت بهذاك الوقت. الشغلة الثانية المهمة فيها أنه هي المسرحية بحد ذاتها، على قد ما هي عميقة، على قد ما هي ناعمة ومسلية وبتدخل للقلب، بتسلي وبتخلي الواحد يفكر، وبتجمع كل الأعمار، يعني اللي عم ينبسطوا فيها هن الأولاد للأعمار اللي كتير كتير كبيرة عم يرجعوا فيها يستعيدوا ذكرياتها. وهودي شغلتين، على قد ما هني منيح على قد ما هني كمان خطرين، لأنه مسؤولية كتير كبيرة عم نحكي كتمثيل، يعني انه روميو لحود كمخرج وكموسيقي وك يعني رمز من رموز الفن بلبنان، عارف حاله بالضبط شو بده، ومن تجربته الكتير كبيرة عارف كان بالضبط شو طالب منا. وبصير عند الممثل إذا ما قدر يوصل للجمهور مثل ما طالب المخرج، بتكون مشكلة الممثل مش مشكلة المخرج، لأنه مشكلة لأنه المخرج اوريدي وصل لهذه الشغلة للناس، يعني إذا ما وصلت هلأ بتكون منا مش منه. سألنا الفنان اللبناني بديع أبو شقرة عن حالة المسارح في بيروت ومدى اهتمام الشارع بيها، تعالوا نعرف هيقول لنا ايه، وكشف لنا كمان عن اخباره الجديدة. نحن نعرف بشكل عام المسرح اللبناني يمكن بفترة تراجع شوي، اذا ما نقول يمكن خفت نسبة الاقبال من الجمهور بشكل عام على المسرح. اليوم كيف رداك على هذا الموضوع؟ والله مثل ما شايف انا انه الجمهور ما عم بيوقف ابدا، وما بده يروح هيدي الفرصة انه يحضر هيدي المسرحية، مشان هيك نحن عم نكون تقريبا مفولين بكل الايام حتى الخميس. يعني هيدي شغلة كتير مهمة بالمسرح. الفترة المسرح اللبناني تراجع، بس بهالفترة هيدي مؤخرا كان في 13 مسرحية عم تنعرض بلبنان وخصوصي ببيروت، وكانت بنت الجبل برات بيروت، كان في 13 مسرحية عم تنعرض وبكل انواع المسارح، يعني من المسرح الموسيقي الضخم هيدا لحتى المسارح اللي فيها ممثل واحد. اللي بينقص بس هو انه الناس يتعودوا على المسرح ويصيروا يعتبروا انه المسرح حاجة بالنسبة لهم، بس الوضع المادي والوضع السياسي هيدا اللي عم بخلي الناس شوي يتراجعوا. بس نحن شعب منحب الثقافة من خلال المسرح، مش بس من خلال التلقين والمعرفة، لا، من خلال الفن. أعمالك الجديدة، مشاريعك الجديدة هيك عم تحضرها بالفترة المقبلة، شو بتخبر؟ هلا في أكثر من مشروع عم يتحضروا، ممكن يكون في عودة للتلفزيون بمسلسل، وفي فيلم سينما عم يتحضر كمان، مفروض يتصور بنيسان، هو يلا عقبالكم شباب. مبدئيا هودي الشغلتين اللي ثابتين نوعا ما، بانتظار شوف شو بده يصير، يعني هل رح فيني كمل بالتلفزيون ولا
مش راح فيني كمل. هذا الموضوع بتعلق بس بوضعي أنا وبوضع التلفزيون عموما يعني بالبلد. أما السينما في مشاريع والمسرح في كان حكي امبارح بمشروع. من بين نجوم المسرحية اللي قابلناهم في الكواليس الفنان جابرييل يمين، وكشف لنا عن الجديد في عرض المسرحية سنة 2016 عن عرضها في السنوات اللي فاتت، وكشف لنا كمان عن دور. أول شيء بدي رحب فيك، بدي أقول لك يعطيكم العافية على هالمسرحية اللي عم تقدموها بنت الجبل. خبرنا أكثر عن بنت الجبل، عن دورك فيها وعن الجديد. الجديد اللي في بنت الجبل هو نحن ممثلين، لأنه بنت الجبل انعادت مرتين قبلنا مع جيل بيعرفها أكثر منا. أنا ماني حضرها من قبل، وهذا الجديد اللي فيها. الجديد اللي فيها كمان إنه فيها بعض أغاني دخلت ما كانت موجودة سابقا. دوري فيها دور بيلة ليزا، يعني البيلة بنت الجبل، يعني أنا أبو بنت الجبل بكون يعني باللبناني. يا ترى الإقبال على مسرحية بنت الجبل عامل إزاي؟ ده اللي هنعرفه حالا من الفنان جابرييل يمين، وهيقول لنا كمان عن أعماله الجديدة. قال عليا للمسرحية، قداش في ناس هيك عم تجي تتحمس تحضر؟ الإقبال على المسرحية كتير قوي، كتير شديد، لأنه الناس اللي بيعرفوها قبل عم يجوا بيحضروها، والناس اللي عايشوا بالنوستالجيا تبعها عايشوا عم بيسمعوها فترة سنين 25-30 سنة حابين يتعرفوا عليها، والجيل الجديد كمان حب يتعرف عليها. سو عم بيصير في عليها إقبال شديد، يعني أكتر من المتوقع. يعني في مشاريع جديدة بتحب تخبرنا عنها بالفترة اللي جاية؟ في كتير مشاريع دايما اللي مثلي، مش بس لأنه أنا عندي بشتغل بالدومين، يعني كل اللي بيبقوا مسلين أو مخرجين يبقى دايما عم بيحضروا مشاريع جديدة. أنا إيه عندي مشاريع جديدة حاليا، عم بكتب مسرحية مطلوبة مني مش أنا راح أعملها، وعندي إخراج مسرحية جديدة، وعندي فيلمين سينما راح ينزلوا قريبا ومثلتهم مش أنا عاملهم يعني. وفي بضل في مشاريع كتير. ومن بيروت تكون انتهت حلقتنا النهارده في عرب وود. استنونا بكره قبل الوقت ده بساعه. شكرا لمتابعتكم، وشكرا ليك يا كريم. شكرا ليك يا ايه. كمان احب افكر مشاهدينا يتابعونا على السوشيال ميديا، فيسبوك وتويتر وانستغرام، من النهارده لغايه لما نشوفكم تاني. ايه عبد الله وكريم صبحي، هتوحشونا جدا جدا. سلام.